هنروح مع حضراتكم موضوع آخر. وزارة التربية والتعليم عملت مؤتمر صحفي عن استعدادات بدء العام الدراسي الجديد وعدد من القرارات والمبادرات اللي هتشكل خطوة مهمة جدا في مجال تطوير التعليم في مصر. خلونا نتعرف على آخر الاستعدادات الخاصة ببداية الدراسة، وبينضم إلينا على التليفون أستاذ شادي زلط المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. أستاذ شادي صباح الخير. صباح النور وتحياتي لحضراتكم الأستاذ المشاهدين. بنتكلم عن بدء الدراسة بكرة المفروض في مختلف المدارس المصرية، لكن إيه هي آخر الاستعدادات من قبل الوزارة لاستقبال العام الدراسي؟ حان الدكتور بحجازي عقد بالأمس مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالاستعدادات الخاصة للعام الدراسي الجديد، ويمكن كان في عدد من النقاط البارزة اللي كان الهدف منها إرسال رسائل طمأنة للطلاب وأولياء الأمور، وكان على رأسهم طبعاً فكرة تطبيق نفس قواعد الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة العام الماضي، وتوضيح الجزء الخاص بخطوات الوزارة المقبلة لتطوير منظومة الثانوية العامة. ويمكن في الإطار ده يعني الدكتور بحجازي أوضح إن سيكون هناك مؤتمر لعقد حوار مجتمعي يشمل كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بهدف جمع التوصيات ومناقشة الآليات التي يمكن التوصل إليها لتطوير منظومة المرحلة الثانوية بشكل كامل. وكان طبعا يعني الوزاره كده قد توصلت لعدد او ثلاث محاور مهمه يمكن هي تحدد الملامح لتطوير المرحله الثانويه العامه، على راسها فكره الاسعاف التعليم الطالب يقدر ممكن يخلص خلال العام او ياخد المواد على مدار عامين، فكره التعدد الاختبارات تقييم بهدف انه ما يكونش في امتحان واحد هو اللي يحدد مصير الطالب ومستقبله، فكره وجود عدد مسارات للاختيار ما بينها وفقا لميول كل طالب وقدراته، ده فيما يتعلق طبعا بالثانويه العامه. النقاط الاخرى البارزه يمكن كان في توضيح لتطبيق نظام البوكلت في امتحانات الشهاده الاعداديه وفقا لظروف كل مديريه واختيارها من توثيق بعض المحافظ. وكان في عدد كبير اخر من النقاط متعلق بحزمه الاجراءات اللي اتخذتها الوزاره خلال الفتره الماضيه والمتعلقه بالتخفيف عن كاهل اولياء الامور، سواء فيما يتعلق بتحميل مواد تعليميه وتدريبيه على موقع الوزاره لمساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي، أو فيما يتعلق بمقطوعات الدعم المدرسي والتوسع فيها، ما يتعلق بالمنصات التعليمية. أيضا الدكتور حجازي تحدث عن تطوير المناهج، وأنه سيتم العام الآتي تطبيق المناهج المطورة في مرحلة الثالث الابتدائي والبدء في تطبيق المناهج المطورة المرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي المقبل 24-25 بعد ان تم وضع الاطار العام والوثائق النوعيه للمناهج المرحله الاعداديه. يعني في عدد كبير يعني من النقاط تم شرحها بالامس. عظيم جدا. هدف الرساله يعني شامله لكل الطلاب واولياء الامور عشان يعني يكون كل الامور فيها نوع من الوضوح والشفافيه يعني. طيب الوزاره اعلنت كمان انه هيكون في خطه للرقابه على هذه المدارس، ودايما في اي مشروع الدوله بتعمله بيكون في متابعه ورقابه، مين اللي هينفذ هذه الخطه؟ خطه الرقابه، والرقابه هتكون على ايه بالظبط في المدارس؟ خطه رقابه على المدارس فيما يتعلق بايه تحديدا؟ عفوا؟ حضرتك بتقول لي خطه رقابه على المدارس فيما يتعلق بايه؟ يعني بحضور الطلاب بتتكلم على جزء على الالتزام مثلا زي ما انتم اعلنتوا ان في زي موحد مثلا، الالتزام بالزي الموحد، الالتزام بحضور الطلبه، حضور المدرسين، مواعيد الدراسه. طبعا يعني هو الدكتور رضا حجازي اصدر لائحه الانضباط المدرسي اللي بتشمل عدد كبير جدا من النقاط، الهدف منها هو تحقيق عام دراسي منضبط يسير بشكل سليم. الفكرة تفعيل الغياب الالكتروني للطلاب،
وعشان خاطر طبعا يكون هناك حاله من الانضباط داخل المدارس فيما يتعلق زي ما حضرتك ذكرت بقصه الزي الموحد. هو هنا الحديث عن الالتزام بالزي ده الموحد داخل المدرسه وليس زي موحد بشكل عام لمرحله في مدارس مختلفه. يعني الوزاره بتضع المواصفات الخاصه بالزي المدرسي وبعدين بناء عليها المدرسه بتطبق هذه المواصفات داخل داخلها فقط، يعني كل مدرسه بتطبق هذا داخلها. في جزء اخر متعلق طبعا بالصيانه وهو مراجعه الصيانه للمدارس والتحديد مسؤول داخل كل مدرسه لعمل تقرير يومي بالصيانات العاجله وارسال هيئه الابنيه التعليميه للتدخل الفوري لاجراء هذه الصيانات وعدم الانتظار لفترات طويله، يعني قد يتسبب في تراكم هذه الصيانات. والحقيقه يمكن الدكتور رضا حجازي ياكد ان هو هيتابع بنفسه هذه التقارير مختلف المحافظات للتاكد من عدم وجود اي مشاكل داخل المدارس وتحقيق امن وسلامه الطلاب. عظيم. طيب استاذ شادي، بخصوص المرحله الاعداديه، ايه هي التفاصيل الخاصه بتدريس لغه اجنبيه ثانيه لطلاب المرحله الاعداديه؟ يعني احسن وزاره التربيه والتعليم منذ اكثر من حوالي 7 شهور او يعني 6 شهور كانت كنا قد اعلنا عن ان هيكون هيتم توفير التدريس لغه ثانيه في المرحله الاعداديه. يعني تكون ما بين لغه فرنسيه او المانيه او صينيه او روسيه او غيرها من اللغات، الى جانب طبعا اللغه الاساسيه اللي هي اللغه الانجليزيه. وكان طبعا اختيار الطلاب يعني كل طلب. الحقيقه ان ده يعني هيتم تطبيقه باذن الله من العام الدراسي المقبل 24/25، وهيبقى بيتم تطبيقه وفقا طبعا لظروف كل مدرسه، يعني كل مدرسه وفقا لتوافر المدرسين المتخصصين في اللغات المختلفه هتعلن عن وجود هذه اللغات والطلاب يختاروا منها. يعني يعني المدرسه هي اللي بتختار من اللغات الموجوده وحسب توافر المدرس. بالظبط. طيب بالنسبه للخطوات الخاصه بتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقيه. مدارس التكنولوجيا التطبيقيه الحقيقه يعني كانت نقله نوعيه حققتها الوزاره في قطاع التعليم الفني بالتعاون وبالشراكه مع القطاع الخاص. يمكن المدارس التكنولوجيا التطبيقيه بالفعل يعني، وده يمكن الحديث للدكتور رضا حجازي اللي اكد عليه عدد من المرات، انها نجحت في تغيير الصوره الذهنيه للتعليم الفني على مدار الفتره الماضيه بعد التوسع في عددها وايضا التوسع في سكتها واللي بتتمثل في وجود تخصصات بعينها طلاب داخل هذه المدارس بالتعاون مع القطاع الخاص الاشراف على الطلاب على الطلاب وتدريبهم بشكل عملي في مجال التخصص بهدف ان الطالب يقدر يخرج بعد كده يلاقي الفرصه المناسبه ليه الفرصه المناسبه للعمل. ويمكن يعني ان خريجين هذه المدارس ايضا اصبح يعني عليه خارج مصر كمان، يعني بسبب ان هم درسوا وليس فقط نظري ولكن بشكل عملي ايضا في مجال تخصص. بالاضافه كانت المدارس اصبحت مدارس التكنولوجيا التطبيقيه اصبحت بتقدم تخصصات تواكب التطورات الموجوده العالميه سواء فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بال ده عظيم جدا. بتوفر له فرصه يعني عمل سواء في مصر او بره مصر. بالظبط. استاذ شادي، ارجع تاني لنقطه الثانويه العامه. حضرتك اشرت انه طبعا لسه النظام مستمر زي ما هو، لكن اشرت المجموعه من النقاط تركز عليها تم التركيز عليها خلال المؤتمر الصحفي المتعلقه بالتقييم وميول الطالب. لو تكلمنا تفاصيل اكتر عن النقاط دي وازاي ممكن يكون في اختلاف في الفتره القادمه فيما يخص الثانويه العامه. هو الحقيقه زي ما شرحت يمكن في بدايه المداخله، الدكتور رضا حجازي كان خلال المؤتمر حكاية وطن خلال الجلسة النقاشية كان تقدم بعرض أمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب
المرحلة الثانوية، وأكد خلالها أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي توصل لعدد من التوصيات الرئيسية اللي ممكن تمثل ملامح تطوير المنظومة، وهي المتعلقة بالإسراع التعليم، يعني ممكن الطالب يقدر يدرس المواد الخاصة بالمرحلة الثانوية خلال عام أو عامين أو ثلاثة وفقا لقدراته. فكرة التقييم المتكرر على مدار العام، ان الطالب ما يبقاش عنده فرصة واحدة بس او امتحان واحد هو اللي يحدد مصيره للدخول للكلية، وده بيتم يعني، ويمكن ده هيتم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فكرة ايضا يكون هناك لدى الطالب فرصة للاختيار ما بين عدة مسارات خلال الدراسة في المرحلة الثانوية، عشان يعني يقدر يختار المواد اللي وفقا لميوله وقدراته. ولكن خليني اقول لحضرتك ان هذه حتى التوصيات يمكن خلال النقاش سياده الرئيس يعني وجه بضروره اجراء حوار مجتمعي يضم كل الاطراف تقوم به او تطلقه وزاره التربيه والتعليم لبحث مختلف الاليات الخاصه بمنظومه تطوير المرحله الثانويه، وطرحها كمان قدام اولياء الامور والطلاب للنقاش، عشان خاطر حتى ما يكونش هناك اي قرارات مفاجاه خاصه بالطلاب وتحقيق طبعا اريحيه في تطبيق هذه المنظومه المطوره والوصول لاليات يعني تحقق المصلحه الفضلى او افضل ما يمكن لطلاب المرحله الثانويه. عظيم جدا، حضرتك ذكرت نقطه مهمه جدا وهي اشراك اولياء الامور في تطبيق هذه المنظومه الجديده في شكل حوار مجتمعي. طب دايما اولياء الامور بيجوا في بدايه العام الدراسي يتكلموا في فكره تقسيط المصروفات على دفعتين او على ثلاث دفعات، هل في جديد بهذا الخصوص؟ وطبعا يعني الدكتور الدحجازي كان قد اصدر قرار واضح بتقسيط المصروفات. حضرتك تتحدث عن هنا المدارس الخاصه او المدارس التجريبيه، وبالفعل يعني كان في قرار وزاري واضح، وبالتالي يعني اذا مش من المفترض، من الضروري ان يكون هناك تطبيق لهذه القرارات، وان اي مدرسه بتخالف التطبيق يعني يمكن احنا على مدار الفترة الماضية أكدنا أن أي ولي أمر متضرر من عدم تطبيق القرارات الوزارية عليها أن يتقدم بشكوى رسمية لإدارة التعليم الخاص في الوزارة أو حتى في المديرية التعليمية، والوزارة على الفور بتقوم بإرسال لجنة للبحث المالي والإداري للمدرسة لمراجعة المخالفة القانونية وبناء عليها تتخذ القرار المناسب. عظيم، كل الشكر ليك أستاذ شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم.